ديال بلاك مي مرض زهايمر هو مرض عصبي تحللي مزمن تكتشف سنة 1906 من طرف ألبيسازان. بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر قدمنا هذا اليوم ديال الأبواب مفتوحة باش نعرفوا على هذا المرض ونعرفوا على طرق العلاج اللي متواجدة واللي كيقدمها السنتر ديالنا دار تضامن الزهايمر اللي في بن مسيك واللي تقدم مجموعة من العلاجات ديال النوروبسيكولوجي ميديكال اي ثيرابوتيك نون ميديكال بحال لارثيرابي اللي كنتكلف به شخصيا واللي كيساهم في العلاج والوقايه من هذا المرض. كنصح العائلات اللي عندهم الناس مرضى بالزهايمر يجيو للسونتر باش ياخذوا المعلومات الكافيه ويسو دوكيمونط على لا مالادي باش يقدروا يساعدوا راسهم كايدون ديال لو مالاد ويساعدوا لو مالاد في العنايه بهذا المرض.